السلام عليكم مرة أخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشروحات مفيدة. المرة مع موقع شرح موقع مفيد جدا لتحسين اللغة الإنجليزية، هذا هو معروف في كثيرين، وهو يوغليش يعني يو انجليش يوغليش.com. تجدون الرابط تحت الفيديو. هذا الموقع قام بجمع ترجمات لحوالي 30 مليون سطر ترجمة من مواقع من عفوا فيديوهات مختلفة، لديها ترجمات في اليوتيوب، وقام بترتيبها في قاعدة البيانات وتخص نطق لكلمات بالإنجليزية في أمريكا وبريطانيا وأستراليا. أكيد في كل بلد لديه الأكسنت الخاصة به، فأنت إن كنت تريد النطق معرفة نطق أي كلمة بشكل صحيح، فيمكنك مباشرة كتابة تلك الكلمة هنا ثم البحث، فيعطيك مباشرة تلك الكلمة في الفيديو ويمكنك الوصول إليها. سنجرب مثلا، نكتب ألجيريا. هل كلمة سهلة النطق؟ ثم سيت، فأعطاني 279 النتيجة، فهي عبارة عن فيديوهات. فمباشرة تسمع هنا، يمكنك السماع. Which was also very much in favor of Algeria, Tunisia, Morocco. كما سمعتم، انتقل للفيديو الثاني. كما سمعتم، فيمكنك الوصول إلى جميع النتائج مباشرة عبر الضغط على هذه الأيقونة ببساطة وسهولة. ففي فكرة الموقع جيدة ورائعة فعلا، فتمكن الكثيرين من تحسين النطق الصحيح للغة الإنجليزية. في الموقع كذلك يمكنك استغلاله لفكرة أخرى، وهي البحث عن كلمات تريد ربما نطق أي كلمة لاستعمالها في أي فيديو. كما شاهدتم ربما في قنوات أفلام يقومون بالترويج للباقات أو أفلام جديدة، فيقومون بتشكيل جملة ينطقها الكثير من الممثلين. فمثلا الممثل ينطق الكلمة الأولى والممثل الآخر كلمة ثانية وهكذا، فيمكنك استعمال هذا الموقع لفعل تلك الطريق. فبمجرد البحث عن كلمة تصل إلى نطقها، تأخذها من هناك، ثم تقوم بعملية المونتاج وتركيب تلك الكلمات والحصول على الجملة الصحيحة. أتمنى أن تصل الفكرة التي أريد أن أشرحها. فهذا الموقع أكيد أنه رائع للكثيرين، وفكرته بالنسبة للمبرمجين لمن يريد معرفة فكرة عمله، فهم فقط قاموا بمثلا، نذهب إلى هذا الفيديو بالضغط هنا، فنصل إلى الفيديو الأصلي، هذا هو ورابطه من هنا. الفيديو لديه ترجمة كما تشاهدون، يمكنك الوصول إلى الترجمة بالضغط على المزيد ثم نص، فتجد قائمة الترجمة هنا كما تشاهدون. فعند الضغط مباشرة على أي سطر تراكر، يأخذك مباشرة الفيديو ينتقل إلى تلك الكلمة. إذن البحث يتم على مستوى هذه الكلمات، وقاموا بجمع هذه القوائم الترجمات مربوطة مع رابط لكل فيديو ونظموها في هذا الموقع. إذن فكرة رائعة. للأسف هذا الموقع لا يدعم اللغة العربية، ونتمنى أن يكون ربما موقع جديد يدعم اللغة العربية بنفس الفكرة في المستقبل. هناك خدمة أخرى خاصة بأصحاب المواقع، يمكنك أخذ Get Your Widget، أخذ هذه النافذة ووضعها في موقعك ليستفيد الكثيرون منها مباشرة. يبحثون هنا وتصل النتائج ويستمعون إليها بمجرد أخذ هذا السكريبت ووضعه في أي مكان في موقعك. هذا خاص بأصحاب المواقع والمطورين. إذن كان هذا شرح اليوم. في الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا للمتابعة، إلى الشرح القادم بإذن الله. دمتم وسلام.